اعتبرتها متقدمة من الناحية الفنية ومن الناحية التنظيمية، دورة وأسئلة وامتحانات وتحضير وهومورك لقبل ما أروح نحضر الدرس القادم، نكون نحن مجهزين بهومورك أو نكون نحن مطلعين على أشياء بدنا نتداولها بالدرس اللي جاي. الصراحة يعني أعطوا الكورس بمثابة إنه هو يعني عايشنا في أحداث الـ testing and commissioning في أرض الواقع بالأمثلة اللي ذكرها والإي بوك اللي كان يرسلها، وكان المحادثات والكونفرنس اللي كان بتخللها في الكورس اللي تكون في الكورس. وصراحة ما شاء الله يعني الكورس كان يعني ما شاء الله دسم بالمواد العلمية والفنيات اللي كان ما شاء الله اللي كان متمكن منها المهندس عبد الرحمن قطرنا. تطرقنا إلى فحص تتبع منحة الطيار الجهد، وهذا المنحة ما له من أهمية يعني في كشف الأعطاب والأخطاء الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية، وكنا حتى وصلنا إلى أن كيفية قراءة وتحليل هذا المنحة من خلال أمثلة واقعية كان قدمها لنا المهندس السيد عبد الرحمن. لذلك ننصح كل ما يهمه الأمر أنه يشارك في الدورة هذه لما فيها من مادة قيمة وقيمة جداً.